أهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وهذه التغطية العاجلة. الحقيقة أنه منذ لحظات كانت هناك أخبار كثيرة جدا وشائعات تردد وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، ونشرت الكثير من المواقع هذه الأخبار التي تشير إلى وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة. طيب لمزيد من التفاصيل وللوقوف على حقيقة هذا الأمر، إحنا بيكون معنا على شاشة تلفزيون اليوم السابع الزميل عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع. مساء الخير وأهلا بك يا عمرو. أهلا بك يا جرمين وأهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك يا عمرو. عمرو، في البداية إحنا عايزين نعرف حقيقة الأخبار اللي بتتداول عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، عايزك توضح لنا كل الأمور بخصوص هذا الأمر. هو حتى هذه اللحظة الفنان القدير أحمد حلاوة ما زال على قيد الحياة، وده من خلال تليفون هاتفي مع ابنته هبة أحمد حلاوة. قالت إن الوالد ما زال على قيد الحياة وإنه داخل العناية المركزة ولكنه متواجد على جهاز تنفس صناعي، كما أنه بدأ دخل في حالة شبه غيبوبة لكنه ما زال على قيد الحياة. كل خبر وفاته تداوله بعض، يعني المؤسف في الأمر أن الذي تداول الخبر عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني من فنانين ومنتجين، منهم الفنان محمد محمود وهو الصديق الأقرب للفنان القدير أحمد حلاوة، وده الذي يعني ساهم في انتشار الخبر بسرعة شديدة جدا وهو خبر وفاته. لكن حتى هذه اللحظة ما زال الفنان أحمد حلاوة على قيد الحياة وفقا لمكالمة هاتفية منذ دقائق معدودة مع ابنته هبة. الحمد لله، ربنا يطمنا عليه. طيب عمرو، خليني أسألك، يعني هل هو مثلا لسه في المستشفى، ما زال موجود في المستشفى أم أنه غادر المستشفى؟ عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالته الصحية. هو طبعا احنا عارفين ان الفنان احمد حلاوة بداية الازمة المرضية كانت منذ عدة اسابيع عقب اصابته بفيروس كورونا، وسرعان ما قام هذا الفيروس بمهاجمة الكلية الخاصة بالفنان احمد حلاوة، والامر الذي سبب في اصابته بفشل كلوي. يعني بعض المقربين قالوا انه اصيب بفشل كلوي من هذا الفيروس، وده اللي ادى الى تطور حالته الصحيه على مدار الايام الماضيه. بدات حالته تتحسن بشكل تدريجي لكن سرعان ما تراجعت مره اخرى ودخل في غيبوبه وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي. ده ملخص للحاله الصحيه خلال الايام الاخيره هل يعني الأستاذة هبة ابنة الفنان القدير أحمد حلاوة هل قالت لك أي تفاصيل بخصوص الأيام القادمة؟ الدكاترة الأطباء عفوا الأطباء بيقولوا إيه التفاصيل في الأيام القادمة وإزاي هيواجه هذه المشكلة الصحية اللي بيمر بيها؟ هي هبة قالت إن يعني أنا كلمتها بصراحة، كانت يعني الست بصراحة كانت منهارة وبتبكي طبعا، لأن الدكاترة حتى قالوا لها هي حالته خطرة إلى حد ما، لكن احنا منتظرين يعني شفائه برضه، وان حالته قد ممكن تتحسن خلال الايام الساعات القادمه، لكن الامر هيكون صعب شويه لانه خاصه اللي هو دخل في غيبوبه وغير يعني غير مدرك بالحياه وغير مدرك بالاشخاص المتواجدين حوله. يعني ده المؤسف في الامر. يعني ربنا يطمنا عليه ان شاء الله. شكرا ليك يا عمرو، واتفضل. اشكرك جدا يا جميل. شكرا ليك يا عمرو على وجودك معنا على شاشه التلفزيون اليوم السابع. عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، شكرا ليك. شكرا ليك يا جميل. الحقيقه انه اخبار مزعجه جدا، وزي ما قلت لحضراتكم انتشرت بشكل كبير، وزي ما قال معانا الزميل عمرو صحصاح الاخبار انتشرت بشكل كبير جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الخبر الخاص بوفاة الفنان القدير أحمد حلاوة بشكل كبير بين الفنانين وبين الأصدقاء والمقربين. لكن يعني في مصادر لليوم السابع، بعد تواصل اليوم السابع مع الأستاذة هبة حلاوة نجلت الفنان القدير أحمد حلاوة الحمد لله أنها طمأنتنا على حالته الصحية وأنه ما زال على قيد الحياة. لكن زي ما قلنا مع حضراتكم أو زي ما قال عمرو أنه حالته يعني الصحية يعني ليست
على ما يرام، وأنه كان حدث يعني تحسن تدريجي في الأيام الماضية، لكن كان بعد ذلك يعني بعد التدهور في الحالة الصحية، وهو سبب مروره بأزمة صحية حاليا، لأنه بعد إصابته بفيروس كورونا حدث له أو حصل يعني فشل كلوي، وطبعا ده أثر بالسلب عليه، وكان ليه طبعا تداعيات سلبية على الفنان القدير أحمد حلاوة. طبعا احنا بنتمنى ليه الشفاء العاجل، خصوصا انه بيعيش لحظات صعبة جدا، وهذا الفيروس اللعين فيروس كورونا الحقيقة انه بيكون ليه آثار سلبية كثيرة جدا على المصابين، فاحنا بنتمنى طبعا ليه كل الشفاء العاجل ان شاء الله. زي ما قلت لكم انه بيمر بلحظات صعبة جدا، وأكيد كمان الأسرة بتمر بلحظات قاسية جدا، والأستاذة هبة كانت منهارة وفي حالة من البكاء بسبب هذه الأخبار المزعجة اللي تم تداولها بشكل كبير جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. خليني أقول لحضراتكم أيضا أنه كشفت هبة حلاوة عن تفاصيل حالة والدها، زي ما قلنا إنه مازال بيتلقى العلاج داخل المستشفى، وبنتمنى له الشفاء العاجل قبل بداية شهر رمضان المبارك إن شاء الله. كمان خليني أقول لحضراتكم أنه كتبت هبة من خلال حساب والدها على فيسبوك: نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي أحمد حلاوة، ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان وأطمئن كل محبيه. دي كانت تصريحات هبة حلاوة من خلال يعني موقع فيسبوك من خلال حساب والدها الفنان القدير أحمد حلاوة، وإحنا طبعا بالتأكيد بنتمنى له كل الشفاء العاجل، ويعني محتاجين إن إحنا نكثف الدعاء في هذه الأيام بالشفاء العاجل للفنان القدير أحمد حلاوة، ويا رب يكون في أحسن حال قريبا إن شاء الله. فنان أحمد حلاوة الحقيقة يعني قيمة وقامة كبيرة جدا، وليه محبين في كل مكان في كل أنحاء الوطن العربي. خليني كده يعني أقول لحضراتكم إنه كمان كان تواصل اليوم السابع مع دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، واللي أيضا نفى هذه الأخبار وهذه الأنباء اللي تم تداولها بشكل كبير جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأخبار المزعجة بخصوص وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة. دكتور أشرف زكي بعد ما تواصل اليوم السابع مع دكتور أشرف زكي نفى كل هذه الأخبار. الفنان أحمد حلاوة تاريخ كبير جدا، مش هينفع إن احنا الحقيقة نتكلم عنه في تغطية أو اتنين أو حتى في يوم أو اتنين. الفنان أحمد حلاوة خليني أقول لحضراتكم إنه بعد ما ترك مجال الهندسة من أجل الفن ومن أجل المسرح، هو أستاذ كبير جدا في التمثيل، وخرج يعني من تحت عباءته الكثير من الفنانين. يمكن كانت آخر مشاركة ليه كانت في رمضان السابق، شفنا مشاركته في مسلسل الاختيار 2، وشفنا أيضا غير مسلسل الاختيار الجزء الثاني كان ليه مشاركة في مسلسل ورا، لا ورا كل باب، عفوا ما كانش في رمضان، ورا كل باب ما كانش في السباق الرمضاني، كان آخر مشاركته في السباق الرمضاني كان في الاختيار 2 مع صديقه الفنان الراحل هادي الجيار رحمة الله عليه. وطبعا كان ليه مشاركات فنية كثيرة جدا، زي مثلا دموع في عيون وقح، وأيضا رأفت الهجان، وكان ليه مشاركات عديدة. طبعا احنا من داخل تلفزيون اليوم السابع بنتمنى الشفاء العاجل للفنان القدير أحمد حلاوة، وبالتأكيد يعني هنوالي حضراتكم بكل جديد وكل التفاصيل دائما بخصوص الفنان أحمد حلاوة وكل المستجدات على الساحة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.